اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التاليه. نحن دائما برحلاتنا الصباحيه بنسلط الضوء على كل الشباب الموهوبه اللي حاولوا يمكن يستغلوا الظروف ويستغلوا موهبتهم ويعملوا مشروعهم الخاص. اليوم معنا شاب عنده مشروع خاص مميز، عم نشوف بالاونه الاخيره الاتجاه لتقديم الشوكولا، لكن كل واحد يمكن بيقدمها بطريقه مختلفه بطريقه مميزه. اليوم رح نحكي مع الشاب خالد معالي عن مشروعه الخاص، كيف بلش بصناعة الشوكولا لكن بأشكال فعلا مميزة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيك. صباح الخير خالد، أهلا وسهلا فيك. عم نشوف تشكيلة من الشوكولا، يا عيني على الشوكولا من الصباح. تشكيلة واسعة من الشوكولا، أشكال مختلفة، أنواع متعددة، ويمكن تعنى بالكبير وبالصغير. اليوم خلينا نحكي عن بداية هالمشروع، قديش عمره؟ ودائما بس نفكر بمشروع بدنا نفكر انه في كهرباء، في غاز، في هي بدنا نتلائم شوي مع الظروف يلي عم نمرق فيها. فهيك خلينا نعرف كيف بلشنا، كيف فكرنا، كيف حطينا يعني راس مال صغير لحتى نكبر. تمام. هلا بدايه مشروعي بلش بنهايه 2019. الهدف منه كان اني انا اقدم شوكولاته طبيعيه، زبده كاكاو 100%، ما في منكهات، بنكهات وطعمات مختلفه طبيعيه، وقدمها بشكل مختلف، غير يعني مش تقليدي بالسوق، يكون في فكره جديده مختلفه، يقدر الزبون اي شيء حابه هو يقدر يعبره بطريقه صح من خلال الشوكولا. شو دراستك؟ هلا انا معي جازي بالتسويق من جامعه حلب وماجستير تسويق في جامعه حلب. هلا اللي لفتنا يمكن بالشوكولا طريقه التقديم، يمكن وشفنا مشاريع كثير بس دائما بنلاقي الصبايا نوعا ما متوجهين لهيدا المشروع. صح. شو اللي حببك فينا نقول بطريقه؟ هلا الشوكولا من انا وصغير عندي فيها شغف. يعني عندي رغبه كثير كبيره، دائما ببحث عن وراء انه كيف الشوكولا انعملت، كيف صارت. فهذا الشيء خلاني انه يعني اترك كل شيء انا بشتغله لأتوجه باتجاه الشوكولا. نعم، يعني أي حدا حابب يشتغل أو يعمل شيء جديد، أوب وأنا الشوكولايا، في شيء اسمه البراند هو اسمه موكايا. في كتير أنواع من الشوكولا، وخاصة يعني بسوريا في الشوكولا كتير هيك، في شوكولا صار لها كتير زمان. صح. على زمان. صح. أجدادنا وهيك. كيف قدرت، بما انه معك اجازه بالماركتينج، كيف قدرت تدخلها على السوق، كيف قدرت تسوقها ان كان سوشيال ميديا، ان كانت تحبب الناس فيها حتى لو هي شيء طبيعي، ولكن يعني انه شوي الواحد هيك ليقنع العالم بده وقت. صح. هلا اكيد يعني دراسه سوق المستهلك كان بالنسبه لي هي كثير مهمه. لما تلاقي فرصه انه انت فكره المنتجات مش موجوده بالسوق، الشوكولا اللي مشكله بهي الطريقه اللي هي تصميم، هي مش موجوده بالسوق، فلقيت هي باب اول لمني انا انطلق فيه. هلا بعدين الفكره انه لما تبدي بشيء صغير والعالم تبلش تحبه، هي لحالها بدها تصير تشجعك وتدعمك وتخبر عنها. صح. يمكن يعني بالاونه الاخيره عم نشوف مثلا لما حدا يتجه للحلويات في ابهار كثير كبير، يعني في الوان وابهار بالاشكال، هون لا الموضوع مختلف. يمكن تصاميم صغيره. تمام. جميله ملفته بتعبر حتى على المناسبه الأساسي الشوكولا، تصاميم هون الموضوع شوكولا. شو الصنف اللي عم تشتغل؟ شوي هلا رح نشوفها على الكاميرا مع شو. هلا عم نشوف صور، ولكن على الكاميرا اذا فينا ناخذها. احملك اياها ولا هيك منيحه؟ هلا عم نشوف. ايه هي مثلا، خلينا نحكي شو هي. هي مثل نص بيضه وبقلبها ورد. هلا هي مثل فازه شوكولا. هلا هي شوكولا مرخمه. الورد كل شيء فيها هو شوكولا، من القاعده للورد. هي القاعده هي شوكولا. شوكولا هي شوكولا، هي شوكولا مرخمه تمام، وايت، وداخل فيها ميلك ليعطي الترخيمه. الشوكولا لونها احمر، هي من برا احمر لكن من جوا هي شوكولا بيضه ومحشيه.
وكل التفاصيل اللي فيها هي شوكولا. طيب نحن عنا وقت بنصنع الشوكولا عنا مشكلة يمكن بقوالب بتبريد بتجميد هدول القصص كيف تجاوزتها خالتك؟ خلينا نحكي شوي بالضبط. هلا الفكرة انه الشوكولا كطبيعة مادة هي كثير التعامل معها دقيق، يعني هي زبدة كاكاو على درجة 28 بالذوب، فلما بدك تشتغلي فيها بدك تكوني سريعة، بدك تكون المكان عم يشتغل فيه محكوم درجة حرارته صح لمن اقدر انا اشتغل فيها صح. يعني احيانا مضطر انه من يوم ليوم تحطي شيء بتستنيه لينشف مضبوط لتقدري ترجعي تشتغلي فيه. يعني هاي الصعوبات الحقيقية اللي بتواجهنا بالشغل تبعنا. طيب رد فعل الناس خلينا نحكي عنه، لما بلشت مشروعها كيف كان تفاعل الناس؟ واليوم التسويق يعني السوشيال ميديا قديش لعبت دور للتسويق ليمكن منتجاتك ومشروعك؟ لأنه بنعرف قديش اليوم صعب شاب صغير يبلش مشروعه الخاص، خصوصا مع كل الشباب يعني تعمل مشاريع وعم تتوجه كمان لهيدا المشروع. على الفكرة أنه أنا أخذت شريحة مختلفة شوي، بلشت بفكرة أنه أنا أروج للحبة مو للكمية، يعني أنت مجرد ما أنت تذوق الحبة لحالة الشوكولا إلى سر طعمي لحالة بدأ صير تروح أنت تخبري أنه فلان عم يعمل شيء كثير طيب وبشير غريب. هذا الشيء ساعد أن الكلام المنقول لمنه أنا انتشر أكثر وأكثر، بإضافة للسوشيال ميديا العالم عم تشوف اشياء هي بتشوفها على النت قادره تقدر تعملها بالحقيقه. في ناس لما تقول لك على النت بنشوف شيء بندوق شيء، هون كيف كانت رد فعل؟ تمام، يعني العالم انه اللي شافت في ناس ما صدق اول شيء انه ممكن حدا معه ماجستير تسويق وكثير عملي انه يطلع معه شوكولا. هذا الشيء كان العالم اللي بيعرفوني انصدموا فيها، بعدين لا صاروا يتقبلوا الفكره ويشوفوا الاشياء، يعني حتى في ناس ما كان يصدق انه هذا شغل. صحيح. فهالفكرة العالم حبت وصارت تنقل الفكرة هني من بعضنا لبعض. تماما. بنرجع على السوشيال ميديا، يعني انه كلنا بنوصي على السوشيال ميديا على غراض على هي، بس دائما الاكل يمكن هيك بتحس شوي بتتردد لانه بده دواء بده ثقه اكثر. اليوم نحن كيف عطينا هي الثقه؟ او اي مثلا انا عندي اي مناسبه حبيت وصيك على شوكولا ديزاين محدد بعت لك اياه نفذت لي اياه، كيف اليوم انا بعطي الزبون البعيد عن التذوق هي الثقه؟ تمام. هلا اولا يعني الفكره انه المنتج بحد ذاته كشكل بيجذب، هذا اول عامل، فالعالم بتحب انه تجرب. ثانيا موضوع الشوكولا فيها سر انه العالم بتحب تجرب، يعني حتى لو ما حدا مش معروف بتجرب. صحيح. بتحب انه تجرب شيء، اللي ذاق مره دوري عم يعطي تقييم انه هذا المكان خده من عنده، فصارت تنتقل بمرحله باطار صغير بلش يكبر يكبر لصارت العالم كلها تعرف، صار في عنده ثقه بالاختيار، يعني حتى الزباين ما كثير بتناقش معي بالتصميم انه خلص عملنا شيء على كيفك حسب المناسبة. طبعا. وانت طب خلينا نحكي كل هذا الشغل يدوي بتشتغله ضمن بيتك، يعني لما نشوف هي التصاميم والديزاينات بنقول لا يعني في تقنية، قديش في مجهود كبير عم تقوم فيه وضمن البيت، يعني أكيد. قديش فعليا بتحب هذا المشروع لحتى قدران تعطيك كل هالقد؟ تمام. هلا هو البداية كان خلال البيت، بعدين من فترة قريبة بلش لمنه صار عبارة عن متجر صغير انا قادر يكون منفذ بيع للناس، بياخذ جهد كثير حتى الدقه، يعني نحن عم نحكي عن دقه بالتصاميم. يعني احيانا في تصميم بيضل نهار كامل عم يشتغل فيه لانه مضطر انه يطلع بمستوى كثير عالي، والتركيز على الحشوه شو بدها تكون من جوا، لما يكون في يعني مو بس الشكل بتكون الطعمه من جوا بتكون مميزه بيقدر الزبون يحبها. طيب خالد، هلا كثير من الاشخاص ما عندهم ثقه بالملونات تبع الديزاينر، كيف نحن بنعطيهم هي الثقه؟ وخاصه انه عم نشوف في كثير ديزاينات بتخص الاولاد وبتخص الوان متعدده. هلا شو بنستخدم نحن؟ الشوكولا بالذات الملونات تبعها هي زبده كاكاو حصرا، لانه ما بيزبط معها اي ملون ثاني، فالثقه فيها اكبر من اي ملون ثاني. وبطبعي انا بحاول اخفف موضوع الالوان، يعني بحاول اشتغل على الالوان الاساسيه تبع الشوكولا، الابيض الملك والاسود. طيب خلينا نحكي اليوم شو بتحب توصل بمشروعك لوين؟ يعني بلشت ضمن البيت عم تحاول تعمل يمكن مثل ما قلنا متجر صغير عم يوصوا يمكن فينا نقول ضمن او على طريق الانترنت ضمن المحافظات، لوين بتحب توصل؟ بتحب هيك تكون فعليا ضمن البلد او توصل خارج البلد بالمستقبل؟ يعني لما بلشت ما كان هدفي يكون بمحل صغير او بالبيت، هدفي يكون اكبر، يكون في عندي براند إلو اسمه إلو وجود، وإن كان محلياً وإن شاء الله هيك يكون عالمياً إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني حكينا عن ردة فعل الناس، ولكن دائماً في يمكن ناس مقربة هي بتهمها مصلحتك. اليوم الانتقاد قديش مهم
اليوم اذا انا كزبونه ما حبيت القطعه ورديت لك اياها او كان لي ملاحظه، كيف نحن هيك بنستقبل هذا الشيء، هذا الانتقاد اذا كان معي حق، او اذا في كثير زباين يمكن بيقولوا لك لا ما عاد بدنا بعد ما يوصوك وانت تتكلف، كثير بتعانوا اكيد من هي النماذج، ولكن كيف تتعاملوا مع هيك شيء؟ يعني هلا الحمد لله لحد هسه ما صارت صراحه. بس اكيد يعني الزبون دائما على حق، فالملاحظه لازم يؤخذ بها، يعني نعرف ليش هيك صار. ودائما انا يعني مثلا اذا انت عندك اوردر انا باخذه قبل 48 ساعه، ممكن اعيده مره وثنتين وثلاثه ليصير كامل مزبوط 100% لسلمه للزبون. طيب خلينا نحكي عن فينا نقول صناعه الشوكولا، قديش مهم مثلا التشاركيه بصناعتها؟ يعني ممكن هلا ست البيت عم تحضرنا عم تقول انه انا حابه فعلا مثلا اشتغلها بالبيت، بس مثلا بتلاقي صعوبه، شو الخطوات الاساسيه اللي ممكن كل صبيه او سيده حابه فعليا تصنع الشوكولا؟ لانه ما فيك تمنع الاطفال اليوم ياكلوا شوكولا، بس دائما بنخاف انه قديش فيها نسبه سكر عاليه، قديش فيها ملونات، خصوصا لما تقول انه هي الملونات كلها من زبده الكاكاو، يعني نوعا ما صحيه احسن من المكونات الاخرى. شو العوامل او المواد الاساسيه اللي ممكن تبلش فيها كل صبيه عم تحضرنا؟ المواد الأساسية للشوكولا اللي أنا عم أشتغل فيها هي زبدة كاكاو حقيقية 100%، لا أنا مهدرج ولا أنا بديلي، ماس كاكاو، سكر، حليب باودر، حسب العيار اللي أنا عم أشتغل فيه بتكون هي المواد. بالإضافة للحشوات طبعاً هي بتختلف المواد تبعها حسب إذا اللوز، الفواكه الموسمية بستخدمها كثير بالتطبيق الحشوات، يكون في عندي قناش بالنكهات، الفواكه اللي عم تطلع فريز، رمان، الفواكه الطبيعية اللي بتطلع. هلا ست البيت بالمرحله الاولى اكيد صعب عليها من دون تثقف حالها او تتدرب الحد الادنى، لانه مكلف المواد، يعني اذا هي عامله تجربه وفشلت مع من تجربتي انا هيك بلشت مو من اول مره اكيد بالضبط، يعني اول فتره انا اتكلم بس ما في صبيه ما بتحب تعرف تصنع شوكولا اليوم، هذا شيء طبيعي بس في تكلفه، فانا بفضل انه مثلا تاخذ كورس تتعلم بعدين تبلش تجرب بهذا الموضوع. تماما خالد، يعني بما انه عم نحكي عن الكورس وعن التعليم وهيك، يعني اي حدا حابب يتعلم يمكن صناعه الشوكولا يعني تنصحوا بتعلموا شو هي الخطوط الاساسيه بده راس مال كبير؟ اكيد. هلا اول شغله بدها شغف، بدها حب، الشوكولا بدها حب، اذا ما كنتي بتحبيها كشوكولا صعب تنجحي فيها، يعني هو مش مشروع انا بدي طالع منه مصاري بالدرجه الاولى، لانه كثير بياخذ جهد، يعني احيانا انا تضلي ساعه ونص بس عمليه انه يطلع معي قالب واحد، اذا ما كنتي حابه الفكره وعندك شغف ورغبه فيها ما بيكون عندك الصبر انك انت يضيع منك هذا الوقت وتكون الانتاجيه مثلا بالمرحله الاولى ما تكون بالمستوى المطلوب. فاولا الشغف، ثانيا ايه هو قطاع كثير ناجح وقطاع مميز. طيب خالد خلينا هيك شوي نستعرض شويه اغراض معك ما بدنا نلقهم نحن هيك، بس نرفعهم على هاي الكاميرا المقابلك لحتى هيك بس نشرح شوي عن لكل قطعه شو مضمونه شو محتواها هيك تمام شوي أيوه. هيك تمام. هلا مثلا هي اهم شيء النظافه، هلا امراض كثير اكيد انا جايب معي كفوف معك كفوف اوكي اعطيك اياهم. الفكره انا ما راح المس الشوكولا هلا أوكي. الفكره انه هاي الورده هي ورده فالنتاين، الترند تبع فالنتاين الماضي كان انه بدل ما تكون ورده حمراء فهي تكون ورده شوكولا، ورده شوكولا فكان كل شغلنا بالفالنتاين الماضي على هالورده، هاي الورده محشيه برالين حلو. يعني كريمه اللوز المكرمل بالاضافه انه هي شوكولا 100% اوكي. هلا فكره ثانيه كمان هلا هون مثلا في الست تبع مجموعه المكياج كفكره تكون كمان كانت من هدايا نرفع شوي كمان كانت من هدايا الفالنتاين وبارفارفوم سكربيني هي كانت من ضمن هدايا الفالنتاين. هلا هيك تصاميم بناء على طلب الزباين بتصير هيك الواح تمام بدنا هلا هون الزبون هو بيختار شو بده شو المناسب حسب المناسبة شو الفكره بس هيك قطعه قديش تاخذ منك وقت وشغل؟ يعني قلت من خلال 40 خلال حديثك انه ممكن نهار ونص تقعد تعيد بالقطعه كان هيك بدايه ايه يعني كانت تاخذ كثير مع خصوصا في تفاصيل يعني في تصميم لازم يطلع بشكل جميل وشكل حلو. هلا بعدين على الممارسه صار الموضوع شوي تطبيقه اسهل. هي الصعوبه بالفكره، صعب انه لاقي الفكره اللي راح تكون للوح عشان ما اكرر نفسي بالالواح او بالافكار او بالهدايا. بس اي حدا يمكن بده شوكولا لمناسبه تتشارك انت وياه حسب المناسب بالفكره هاي الفكره او انا حابب اعمل شيء مميز 100% احيانا الزبون مثلا بيخبرني عن هوايه حدا حابب يهدي فبتكون فكره الهديه هي الهوايه تبعه او اللون او الفكره يعني بصير في حوار لتطلع معنا الهديه مناسبه 100% طبعا اكيد في كريسماس في أكيد. ولادات في توديع عزوبيه في كمان أكيد. حفلات الاعراس اليوم
كثير عم يعملوا ديزاينات بطاولة العروس، طاولة المولود الجديد، يعني عم يعملوا ديزاينات مختلفة، إن كان بالكب كيك، إن كان بالحلويات. اليوم نحن متخصصين بس شوكولا، ما عندنا تجربة تانية. الشوكولا تماما، الشوكولا اليوم قديش بتضيف يمكن إضافات على الطاولة، خاصة إذا كانت متنوعة؟ ويعني أنا كثير بحب الشوكولا ما أنا مغلفة، يعني هيك تنحط. إذا كان على طاولة في مجموعة أصناف حلويات، باللا شعور نحن دائما نروح للشوكولا. صحيح. الشوكولا إلى سر من يعني من 1900 ما قبل الميلاد، لما وجدت كشفت حبة الشوكولا كان إلى هذا السر. حتى اسم محلي موكايا هو بناء على قبيلة اللي اكتشفت حبة الكاكاو وعصرته، وكان البداية من هون. طيب خلينا نحكي على الشق الأساسي اليوم، قديش بتراعوا الظرف، يعني الأوضاع الاقتصادية المعيشية؟ يعني اليوم بنشوف كثير في اسعار عم تكون غير منطقيه، فوق خط المنطق اذا بدنا نحكي. واليوم كل حدا بيحب يكون خلال مناسبه بتعني له يقدر يعمل شيء خاص له ومميز. قديش بتدرسوا الاسعار بما يتناسب، او ممكن حسب الكميه ممكن انا اقدر امن للشخص الشيء اللي بده اياه للمناسبه تبعه؟ تمام. يعني هالفكره اللي انطلقت منها انه انا اخذت جزء صغير، يعني مثلا الزبون ما هو مضطر يشتري كمية كبيرة تيستمتع بالشوكولا، فكانت الفكرة انه ممكن يكون له واحد مثل هيك مثلا علبة صغيرة بالمناسبة، بهيك انه اخذ فكرة طعمة طيبة وهي نوعية مش كمية. فهالفكرة انه خلص انا بدي فكرة اقدمها وتكون يتقبلها الشخص المهدى له. اكيد تماما. يعني خالد كمان نحن عندنا بهديك الجهة شيء من الشوكولا، انا اول شيء فكرته هو محشي. اكيد اكيد نور، يعني خلينا هيك نحكي حشوات مختلفة، الأشكال مختلفة، وفيه السويت كتير وفيه الدارك. تمام. هلا هاي الدارك عيار 70% سادة. هلا في شيء برمان، في شيء بملح، ملح بحري. هلا دول الكروسان كيف بملح؟ ملح بحري مع الدارك هو اللي بيعطي الطعم المميز المختلفة. الفكرة بشغلي انه انا دائما عندي طعمات جديدة، يعني حتى تكون من الارض الواقع، يعني شو عم يشتغل، شو الطعمات ممكن تنوجد دغري مندخلها على الشوكولا. هديك مثل الكرواسون؟ الكرواسون محشية برالين، البرالين هي كريمة اللوز المكرمل. هلا هاي الفكرة هي شبس البطاطا، شيبس مع شوكولا. اها. مالح وحلو، طعمته كثير بتكون مميزه وغريبه. طيب بما انه هلا هيك عم نحكي على هيك طعمات وقصص غريبه، نحن كيف بنجيب الافكار؟ يعني اكيد هلا في عندك النت بيعطيك افكار كثيره، في كثير من الصفحات بتعطي، ولكن يمكن ما كل المواد متواجده. صح. يلي نحن بنشوفها عالم بالمطابخ العالميه وخاصه للحلو. اليوم نحن كيف عم نعمل، عم نستبدل بما يتلائم مع الدخل، بما يتلائم مع اقامه مشروع، مع ايجار محل، مع يعني بكل الصفات لازم تكون هيك متلائمه ومتناسبه. صح. وكيف وقت بنجرب طعمه بالشوكولا شيء غريب، كيف بنعمل تيست عليها لحتى نقتنع وننزل على السوق؟ هلق بدايه نحن الافكار اللي بتجينا هي بتكون يا اما من النت، يا اما مثلا من خيالنا، يا اما الزبون. الزبون دائما بيوحي لك بقصص، يعني في زبون بيقول لك انا بدي شوكولا بلافندر، فبتصير انت مضطر انك انت تجرب شوكولا مع لافندر لانه شو كيف الطعم، يعني رح تكون طيبه ولا لا. وكثير من افكارنا بالطعمات كان الزباين لهم فضل فيها انه بدنا نجرب هي مع الشوكولا. هلا دائما بنعمل تست صغير وبناخذ راي مجموعه من الناس لانه بثق بذوقهم برايهم، ولاخذ من التسعه وطالع الشوكولا بنزلها، ما اخذ التسعه ما بنزلها ضمن القائمة في المنتجات. بس عرضنا يمكن كثير انواع وتصاميم للشوكولا، وفي منها الشيء الصحي، يعني هي نقطه كثير مهمه. أكيد. لانه في كثير ناس بتقول لك انا ما فيني اكل شوكولا لانه فيها سكر كثير، او لاني عم بعمل دايت. هون فيكم يمكن تلبوا كل الاذواق والرغبات. بالضبط. لكل الناس. تماما. يعني هلا نحن الشوكولا تبعنا عياراتها كثير متعدده، بتبلش من 33 لا تصل الى 70 85، فكل حدا حسب الاحتياج والرغبه اللي هو بده اياه بيقدر ياخذ. تماما. يعني الشوكولا مو بس هي شيء للضيافه، هي كمان بتحسن النفسيه. طبعا. بتحاكي الروح، وخاصه لاي شاب لازم لكل صبيه يهديها شوكولا ويستغني يمكن عن كثير من الهدايا. صار في هلا عندنا افكار موكايا، ماركه سوريه 100%، نشات بروح حلوه،
بتحب الشوكولا. يعني اليوم نحن كتير فخورين فيك وبشغلك وموفق ومثل هيك مشاريع هيك عن جد بنتمنى توصل للعالمية. وموفق يا رب وإن شاء الله تحقق كل أحلامك. شكراً. وأكيد نطلب من الكل يجربوا موكايا. شكرا كتير لكم وشكرا على اللقاء. ومن خلالكم بس حابب أشكر الأشخاص اللي هني مثل الأخوة اللي تبنوا الفكرة وآمنوا بالموهبة ودعموني لوصلت لهون. أكيد بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية، نتمنى لك التوفيق. أكيد أنت بتمثل كل الشباب السوري عم يحاولوا يمكن يستغلوا ظروفهم ويعملوا مشروعهم الخاص. نتمنى لك التوفيق خالد معالي، وإن شاء الله يا رب نشوف هيدا البراند على مستوى العالم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك.